وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم. أهلا بك معالي الشيخ سلمان في نشرة الأخبار، وبداية نبارك لكم هذا التأييد وهذه الثقة المستحقة. بداية، كيف تنظرون معاليكم إلى إجماع كافة الاتحادات الوطنية الأسيوية على تجديد الثقة بكم لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية شرفني أن أرفع خالص الشكر والامتنان لسيدي جلالة الملك المعظم على رعايته الكريمة، والشكر طبعا والتقدير موصول لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه الكبير، وبعد أيضا الشكر موصول لسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد على رعايتهم دائما لنا وللرياضة بشكل عام. طبعا دعم ورعاية القيادة الرشيدة بشكل دافع كبير من أجل مضاعفة البذل والعطاء لخدمة الكرة القدم الأسيوية، وكل التقدير والاعتزاز ثقة الاتحادات الوطنية الأسيوية اللي قامت طبعا بمسؤوليتها اتجاه تلبية طموحات الأسرة الكروية. طبعا ما تحقق من إنجازات يعني في الفترة اللي مضت كانت يعني ثمرة، خلينا نقول هي لروح الوحدة والتضامن اللي طبعا الكرة القدم الأسيوية شاهدتها خلال السنوات اللي مضت. والحمد لله يعني عملنا بكل عزيمة على تعزيز طبعا مكانة القارة الأسيوية على ساحة كرة القدم الأسيوية الدولية، ونجحنا طبعا في زيادة مقاعد آسيا في البطولة القادمة طبعا في كأس العالم 26 إلى 8.5 مقعد، وهذا طبعا شيء كبير يعني يمكن احنا نتطلع لان شاء الله بكل اعتزاز، لان بصراحة بتكون اكيد نقطة تحول بالنسبة للكرة الاسيوية ولله الحمد. فاعتقد كل النجاحات اللي طبعا متعددة على اللي سويناها في الفترة اللي مضت تعطينا دافع اكبر حق المرحلة اللي بتجي، واكيد عندنا برنامج ونجاحات خلينا نقول اللي حققناها في السابق أكيد بتخلينا نركز على أمور أكبر، وهي طبعا منها طبعا تطور طبعا التطوير الفني والإداري، ونسعى نعم. طبعا نحن نسوق بطولاتنا الأسيوية، نعم. فأكيد أن هذه كلها أمور نتمنى في المرحلة القادمة. نعم، إذا معالي الشيخ، بعد الإجماع الآسيوي طبعا المطلق على دعم معاليكم لولاية ثالثة، ما هي أبرز ملامح العمل في المرحلة المقبلة لمسيرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؟ يعني مثل ما بينت يعني عندنا نقاط لابد احنا نركز عليها، وهي طبعا أكيد يعني بالنسبة تسويق القيمة، شلون نرفع قيمة التسويقية لبطولات الآسيوي، طبعا هاي شيء مهم. مسابقاتنا تحتاج إلى يعني تطوير أيضا ومشاركة طبعا أكبر من دول أكثر، وهذا شيء احنا مستمرين فيه. الأنظمة والتشريعات يعني كل سنة قاعد ناخذ بآراء الاتحادات الأهلية ونشوف كيف احنا نطور منظومتنا، لأن كرة القدم أصبحت قاعدة تتغير، يعني مو بس الجانب الفني لكن أيضا الجانب خلنا نقول التسويقي مهم أيضا، وكيف أن احنا نوازن بين الاثنين عشان نحن ننجح أيضا وننافس الاتحادات القارية الأخرى، وهذا شيء طبعا أكيد يعني احنا نشوفه هدف لنا احنا كلنا. وطبعا دور التحكيم، التحكيم يعني عندي شيء مهم، لأن التحكيم الأسيوي برز في الأونة الأخيرة في بطولة كأس العالم، ننظر لحكامنا أن يقومون بدور أكبر إن شاء الله في البطولة القادمة إن شاء الله، وأكيد أن أكيد يعني يمكن إحنا الاتحاد القاري الوحيد اللي يملك أكاديمية تحكيم مركزة على أساس أن إن شاء الله نطور من مستوى حكامنا نعم. الدوليين، فإن شاء الله بعون الجميع ودعم الجميع إن شاء الله أن نوصل لأهدافنا بإذن الله. نعم بإذن الله. معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، شكرا جزيلا لك.